ايه رايك؟ تعالي نتعرف على حاله الطقس. خلونا نقول انه ان شاء الله الطقس بيتوقع خبراء الارصاد الجويه انه هيكون طقس مائل للبروده في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبروده في اول الليل، بارد في اخره على اغلب الانحاء. تعالوا نشوف بقى درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله النهاردة. القاهرة العظمى هتكون 19، أما الصغرى 13، الإسكندرية 18 15، الإسماعيلية 20 12، الدقهلية 19 14، الغردقة 21 16، أما المنيا ف 20 9. طب نشوف بقى بعض العواصم العربية والعالمية درجات الحرارة شكلها إيه. الرياض درجة الحرارة العظمى فيها 21، أما الصغرى ف 12، أبو ظبي 26 21، أنقرة 4 1، لندن 12 5، واشنطن فيها عاصفة الولايات المتحدة بشكل عام العظمى فيها 1، أما الصغرى 8 تحت الصفر، وبكين 1 و10 تحت الصفر. تعالوا نتعرف أكتر على الجو هيبقى شكله عامل ازاي، الطقس خلال الايام القادمه هيبقى شكله ايه، لان احنا يعني خلاص الاسبوع ده بيبقى فيه ايه كده، اسبوع اعياد، اسبوع ناس بتنزل والدنيا ابتدت تبرد. خلونا معانا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل. صباح الفل على حضرتك استاذه رشا واستاذه لميس وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بيك يا دكتوره. دكتوره يعني خلاص احنا ابتدينا فصل الشتاء رسميا، لكن خليني اقول لك على ملاحظه انا ملاحظاها، يعني ما زالت درجات الحراره بالذات تحديدا في فتره النهار مش اللي احنا متعودين عليه، يعني احنا لسه بنتكلم في 19 و20 وكده يعني دافيه. يعني هو بالفعل بدايات شهر 12 كانت درجات الحراره اعلى من المعدلات اللي احنا متعودين عليها، لكن انخفضت درجات الحراره مع بدايه فصل الشتاء وصلت دي المعدلات الطبيعيه. هو مع ارتفاع اشعه الشمس، وخاصه لو بنتعرض لاشعه الشمس بنحس بالدفء فتره النهار بالفعل، لكن مع غياب اشعه الشمس لو موجود سحب بتحجب اشعه الشمس ده هيحسسنا بالبروده، لان الدفء ده هيجي من اشعه الشمس خلال فترات النهار. احنا بالفعل خلال هذه الايام بنشهد انخفاضات في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه، العظمى على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه خلال فتره النهار. في نشاط نسبي للرياح بنحس بيه خاصه مع سقوط الامطار بيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره. احنا خلال فترات النهار بنحس بالاجواء اللطيفه، الشتويه اللطيفه تماما خلال فترات النهار، يمكن كمان في المناطق الجنوبيه الاجواء بتكون معتدله تماما ودافيه فتره النهار. فترات الليل المتاخره تحديدا الصباح الباكر درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، خاصه يعني مع غياب اشعه الشمس بنحس اكثر بالبروده والاجواء البارده على كافه انحاء الجمهوريه. الصغرى خلال فترات الليل بتكون 13 درجه مئويه على القاهره الكبرى. كمان احنا يمكن 72 ساعه الماضيه شفنا سقوط الامطار بشكل متفاوت على مناطق من شمال الجمهوريه، ده بسبب طبعا وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، بيبقى معاها طبعا سقوط امطار. الامطار اليوم هتكون امطار متوسطه على المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح والاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره وكفر الشيخ، بعض المناطق من شمال الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، يمكن كمان في المناطق الشرقيه كميات الامطار ممكن تزيد عن المتوسطه خلال فترات المساء. طب دكتوره منار معلش، يعني الامطار دي انت حضرتك بتكلمي عن النهارده، طيب هي مستمره معانا قد ايه؟ الامطار مستمره معانا ان شاء الله غدا الاثنين على اغلب المناطق الشماليه، لكن مع يوم الثلاث هتنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد، وهتكون كمياتها اقل كمان من اللي شهدها اليوم. يمكن يوم الاحد النهارده يعتبر ذروه الامطار، غدا الكميات هتقل وبعد غدا هتبقى اقل ان شاء الله، ومع نهايات الاسبوع هيكون في استقرار في الاحوال الجويه، وهتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هي الشبوره المائيه بتظهر في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. وخلينا ننوه ان الشبوره المائيه كثافتها بدات تزيد خلال هذه الايام، يعني بدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه. طب دكتوره منار، يعني يعني القاهره النهارده يعني احنا عارفين الامطار زي ما حضرتك ذكرتي انها بتبقى على السواحل الشماليه واسكندريه وكفر الشيخ، لكن القاهره هيبقى فيها امطار؟ بالفعل اليوم هيبقى فيه فرص سقوط امطار هتمتد لجنوب الوجه البحري، وكمان هتمتد لبعض المناطق من القاهره الكبرى،
ومدن القناه وخليج السويس، وقد تصل كمان بعض محافظات شمال الصعيد. لكن الامطار اللي على القاهره امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، هنحس بيها اكتر مع تقدم ساعات النهار ان شاء الله، وبعد فتره المساء مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه باذن الله. طيب دكتوره منار معلش يعني انا هسالك كده سؤال هو شخصي على الهواء مباشره، يمكن انا ولميس من نوع البرادين وملناش في الشتاء قوي، فيعني الشتاء التقيل بقى هنبتدي امتى عشان بس نعمل حسابنا يعني مش اكتر؟ هو احنا دايما متعودين الانخفاضات الملحوظه في درجات الحراره خاصه فترات النهار، ودرجات الحراره اللي بتبقى 15 و14 فتره النهار ده بيكون في شهر واحد وشهر اثنين، يعني نهايات واحد وشهر اثنين بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره فترات النهار، ونحس بالبروده فترات النهار والصقيع والبروده الخارصه فترات الليل. لما درجات الحراره بتنخفض طبعا فترات الليل بتوصل احيانا لخمس درجات على القاهره الكبرى فتره الليل، ده بيكون في شهر واحد واثنين باذن الله. طيب عشان نعمل حسابنا، طب عايز اسالك سؤال كمان بعد اذن حضرتك. يعني احنا لينا اهالينا كتير تحديدا بيحبوا يقضوا نهايه العام ان هم بيعملوا عمره، واخبار الجو بقى في مكه والمدينه، وكان في سيول، يعني احنا قرينا ان كان في سيول في مكه تحديدا، يعني بالفعل مناطق كثيره من المملكه العربيه السعوديه بتشهد خلال هذه الايام سقوط امطار كمان غزيره بتوصل لحد سيول في المناطق دي مع انخفاض درجات الحراره، وده متوقع يكمل معانا على مدار هذا الاسبوع، انخفاض في درجات الحراره وكمان الامطار متفاوته الشده على اغلب مدن المملكه العربيه السعوديه، وممكن الامطار تبقى كميتها زي اللي احنا شفناها خلال ال 72 ساعه الماضيه، وادت لسيول في بعض المناطق. طب ربنا يستر بقى عليهم ويعني يقضوا تكون خير يا ان شاء الله خير، المطر خير. دكتوره منار انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. اعملي حسابك بقى لميس، احنا الشهر الجاي خلاص قدامنا كام يوم، هناخدها واحده واحده لاخر واحد، قالت اخر واحد نعمل حسابنا انا وانت بقى هنمشي مش لاخر واحد. طيب بعد